عشواء العيد، حيث استقبل أطفال غزة الهدايا التي بعث بها الشعب الجزائري لهم. وهذه المرة الهدايا تقديم كسوة العيد لأطفال غزة لمنحهم قليلا من الفرحة. مراسلنا شعيب يوسف من قطاع غزة بعث بالتالي. دعم من أهل الجزائر إلى أطفال قطاع غزة. هو حفل ترفيه لخمسمائة طفل من أبناء الشهداء والأسرى، نظم بمدينة غزة، تخلله تقديم وجبة إفطار وتوزيع كسوة العيد بدعم من الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة، مكتب الجزائر. وها هي البداية من الجزائر. بإذن الله سنقدم هدية 100 شيكل، أي ما يقارب من 30 دولار لكل طفل. سيكون له هناك مع باكيت من الحلوى حتى يفرح هذا الطفل، وكذلك سنقوم بعمل إفطار صائم لهؤلاء الأطفال. ولذلك عندما يأتي إخوة أحباب من الجزائر ليرسموا بسمة على شفاه شعب فلسطين أو جزء منه، حتى لو كانت شريحة يعني ليست كبيرة، إلا أنها الحقيقة قضية رمزية بتؤكد على كثير من المعاني. الدعم الجزائري لهؤلاء الأطفال كان عبارة عن تقديم مبلغ من المال وحلويات العيد، الأمر الذي أسعد الأطفال ورسم البهجة على وجوههم رغم ما يعانوه من واقع معيشي صعب. نحن أطفال فلسطين ونشكر الجزائر التي دعمتنا لهذا الإفطار الجماعي ونشكر ملابس العيد، ونقول لهم عيد سعيد. إحنا أطفال فلسطين نشكر أهل الجزائر اللي دائما بدعمونا من كسوة عيد وإفطار جماعي. دعم أهل الجزائر لأطفال غزة ليس بالأمر الجديد، فالجزائر على مدار العصور تقف دوما بجانب قضية فلسطين، وما رسم البهجة على وجوه هؤلاء الأطفال إلا عملا بالمقولة المشهورة: الجزائر دوما مع فلسطين ظالمة أو مظلومة.